السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا موضوع مهم جدا، الترموستات الرقمي أو الترموستات الديجيتال لشركة آكو، شركة أسبانية. تمام، بنتعرف اليوم على كل التفاصيل. أول شيء، هذا صناعة أسبانية. تمام، في 4 زرارات. الزرار هذا فيه التسخين، إذا ضغطت عليه لمدة 3 ثواني بيطلع لك هنا ديف وتسخين. هذا المفتاح طبعا هذا للتسخين وكذلك لرفع درجة حرارة أو تغيير قيمة ملف من الملفات، وهذا كمان إطفاء الساعة الرقمية وكذلك لخفض درجة حرارة أو تغيير أرقام لملفات داخل الساعة. طبعا ست، هذا مفتاح البرمجة، هذا مفتاح الخروج من الملفات. طبعا بندخل أول شيء، أول خطوة بنضغط على مفتاح الست. هذا مفتاح الست، تضغط عليه لمدة 3 ثواني كذا. شوف طلع لك R A، هذا أول ملف، هذا ملف الكمبريسر، بتضغط عليه ست كذا. أول ملف يعطيك هو درجة حرارة عند فصل الثلاجة، يعني كم تبغاها على أساس تجمد لك المنتج وتفصل عنده. هذا مبرمجة على سالب 18. في حالة أنك تبغى تزيدها بتضغط على الرقم هذا، عفوا زيادة بالسالب إلى تحت. شوف الآن أيوة 19. أنت تبغى توقفها على 19 تضغط 6. أوكي، هذا ما يهمنا من ملف الكمبريسر، بنخرج من هنا. تمام، أنا بجيب لكم المعطيات الرئيسية والأساسية في الثلاجة. بنخرج للملف الثاني، شوف ديف، هذا ديف روس، هذا عند تغيير بياناته أو التغيير في اللذة نضغط على 6 ضغطة واحدة يطلع لنا دي زيرو. شوف كل 5 ساعات تبريد بعدها تسخين، يعني أنا أبغى أغير القيمة، هذا بخليها على 4 ساعات، كل 4 ساعات تبريد بعدها ديفروس. تمام، أنا عملتها على 4، أبغى أوافق على التغيير أضغط على 6 بيتوقف الرقم. شوف بعدين أضغط على D1، هذا وقت التسخين أو وقت الديفروس. شوف عاملها هنا 40 دقيقة، طبعا الأصح 35 دقيقة، وفي معنا السنسور هو اللي بيتحكم. وافق عليه، بضغط على 6. D2 ما علينا منه، D3 ما علينا منه، D4 اللي هو أهم شيء في هذا الترموستات. D4 هذا السنسور رقم 2 اللي يتحسس بدرجة حرارة المبخر. هذا عمله عند زيادة الوقت في D1 وقت التسخين، أو كانت الثلاجة لا يوجد فيها ثلج. هذا شوف بنرجع عليه 4، شوف عاملوه على 5، لا هذا يكون 17، عندما يكون معنا فريزر يكون على 17. بنرفعه، قلنا هذا ايش عمله؟ بيعمل عملية ايش؟ عند عمل الديفروس يقوم بتوقيف الديفروس عندما ترتفع درجة حرارة المواصير المبخر، مش داخل الثلاجة كامل، مواصير المبخر توصل الى 17 درجة مئوية بيفصل على التسخين. انا ابغى اخرج من هذا، بضغط على كده. طبعا معنا الملف رقم 3 اللي هو ايش؟ الفان اللي المراوح، مراوح المبخر، بدخل عليها معك F0 هذا متى تريد ان تعمل المراوح، يعني احيانا شوف عاملها تشتغل المراوح عند 32 درجة مئوية، وهذا ما نحتاجه، ضروري تشتغل المراوح عند 10 درجات مئوية. ليش؟ لأنه في هذه الحالة إذا اشتغلت المراوح في بداية التشغيل على درجة حرارة عالية ترفع من الحمل على الكمبريسر. تمام؟ فلذلك أفضل شيء أنك تخليها على 10. شوف لو لاحظت هنا هذا رمز المروحة وهذا رمز التبريد. أول ما أعمل موافقة
شوف المروحة بتنطفي. ليش؟ لأن درجة الحرارة الآن أعلى من 10 درجات، فلذلك بتشتغل الكمبريسر حتى توصل درجة حرارة المبخر إلى 10 فيشتغل. F1 هذا الفارق ما بين التشغيل والإيقاف في عند الدفروس. في معنا اللي هو أهم شيء F2 هذا أمر هل تريد أن المروحة تتوقف وقت التسخين أو تشتغل عند التسخين. في حالة كان السخانات جوا المبخر فتخليها على F0، أما إذا كانت طريقة التسخين عن طريق الهواء الساخن فتخليها على 1 وتضغط 1، تمام؟ لكن إحنا هنا 0، معنا F3. هذا F3 هل تريد المراوح يتوقفين عند توقف الكمبريسر، يعني عند ما توصل درجة الحرارة اللي زابطينها عليها -18 بتوصل يوقف الكمبريسر، وكذلك توقف المراوح إذا كانت F0. أما إذا كانت F3-1 المراوح لن تتوقف، لذلك يجب أن المراوح تكون شغالة عند توقف الكمبريسر. هذه كانت النقاط المهمة. طبعا في هناك تغيير لكلمة السير، في هناك حماية أخرى، بس هذا الفيديو للنقاط الأساسية في هذه الساعة الديجيتال. الخروج، شوف بنخرج من هنا بهذه الطريقة. طبعا تغير القيمة بدون ما تدخل للمعطيات كامل، تغيير درجة الحرارة بتضغط ضغط مباشر كذا على سيت مدة دقائق، يعني ثواني محدودة. شوف الآن مبرمجة على -19، بتغير بالمعطيات من هنا وبتنقص من هنا وتوافق من هنا. وهذا كان موضوعنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.